أشهد أن لا إله إلا الله، فإن جاء أحد وكلنا ذلك الرجل أضحت الحاجة له، الكرب عليه عظيم فيفتقر، وكل الناس في هذا الأمر سواء يفتقر إلى رحمة الله، فكيف تستدر رحمة الله؟ تستدر رحمة الله الأول باستصحاب واستحضار عظمته وجلاله وما له جل وعلا من صفات الجلال والكمال، والآخر تستدر رحمة الله بالإحسان إلى خلقه. وبيان ذلك في حياة الناس، المألوفة، إذا وجد أحد من الناس قلبه معلق بعطية من الله يؤملها من الله، بعطية من الله قلبه معلق بها، ثم جاءك أحد من الخلق قلبه معلق بشيء تملكه، مالا، جاها، شيء تقدر أن تعطيه إياه جعله الله بيدك، العاقل هنا من فقه عن الله كلامه، فقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته، يعلم أن تحقيقنا لحاجة من تعلق قلبه بنا، تعلق قلبه بأيدينا ليس تعلقا شرعيا يدخل فيه كفر وشرك، إنما نفسه تعلقت بالشيء الذي في يدك، فلما يريد الله أن يعطيك يعينك على أن تعطيه، إذا أراد الله أن يعطيك أعانك على أن تعطيه، فيكون عطاؤك وإحسانك إلى ذلكم الذي تعلق قلبه، تعلقت نفسه بما في يدك، يجعلك أهلا لأن تنال ما تعلقت به نفسك مما هو في خزائن الله، وهذا مندرج في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله ضرب الأمثال وأقام الحجة على الخلق بما في كتابه المبين، لكن ليس كل أحد يقدر أن يفقه عن الله كلامه، ولهذا قال الله وما يعقلها إلا العالمون، والعلم الحق الذي لا ينازع فيه صاحبه، العلم بمراد الله من كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة، وهو كتاب في الأصول، إن من أراد الله به خيرا وإمامة في الدين علمه أن يفقه هذا القرآن ويعمل به.